أهلا بكم مشاهدينا في هذا الموجز الإخباري يأتيكم من قناة ريمال تيفي. كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الاثنين تسجيل 52 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 950643 حالة في المغرب. وفق النشرة اليومية للوضعية الوبائية، فإن مجموع التحاليل الموجزة عقب إجراء 5195 من الفحوصات الجديدة قد بلغ أزيد من 9 ملايين منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني. وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها لم تسجل فيها أي حالة وفاة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات في 14788، بينما تم التأكد أيضا وفق المصدر ذاته من 129 حالة شفاء إضافية. أعلنت جمعية المبادرة الثقافية عن تأجيل موعد الدورة 18 للمهرجان الدولي للسينما والهجرة المزعم عقده بأكادير ما بين 13 و18 دجنبير الجاري إلى الفترة ما بين 4 و10 فبراير 2022. ويأتي هذا التأجيل بسبب تطور الحالة الوبائية بالمغرب، وكان بلاغ للحكومة قد ذكر أنه استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية وتعزيزا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، قررت الحكومة منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية. وجددت الحكومة دعوتها للمواطنات والمواطنين للانخراط القوي في الحملة الوطنية للتلقيح ومواصلة الالتزام المسؤول والحرص على اتخاذ كافة الاحتياطات الاحترازية بما يحافظ على المكتسبات المحققة ويساهم في العودة التدريجية للحياة الطبيعية ببلادنا. ويذكر أن المهرجان الدولي للسينما والهجرة قد أعد برنامجا حافلا يضم فقرات متنوعة مرتبطة بتيمة الهجرة، كما تم اختيار المملكة العربية السعودية كضيف شرف الدورة 18. أما رياضيا، اختتم المنتخب الوطني المغربي الرديف استعداداته لمباراة السعودية التي ستجرى غدا الثلاثاء لحساب ثالث جولات المجموعة الثالثة من كأس العرب لكرة القدم المنظمة بقطر إلى غاية 18 دجنبير الجاري. وعرفت الحصة التدريبية حضور كريم البركاوي الذي كان أصيب بارتجاج في المخ في أولى مباريات الأسود بالكأس العربية، في حين غاب العملود للإصابة، إذ سبق أن أكد الناخب الوطني حسين عمو صعوبة إكمال لاعب الوداد الرياضي للبطولة العربية بسبب الإصابة. وفي تصريحات خلال تدريب الأسود، أشار محمد الناهري ووليد أزارو إلى أن مباراة السعودية تبقى مهمة للمنتخب الوطني، مبرزين أن الرديف جاهز لأي منتخب يواجهه. فاز المنتخب التونسي على نظيره الإماراتي بهدف لصفر اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بكأس العرب لكرة القدم، ليتأهل الفريقان معا إلى دور الثمانية من البطولة. ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على نظيره الإماراتي صاحب نفس الرصيد في المركز الثاني. وقد جاء فوز المنتخب التونسي في صالح الفريقين ليتأهلان معا إلى الدور المقبل عن المجموعة الثانية التي تضم كذلك منتخبي موريتانيا وسوريا، حيث فاز المنتخب الموريتاني بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم. مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية موجزنا الإخباري، إلى اللقاء.